والاستعانة بهم هو الاستعانة بإدارات المخابرات اللي في أمريكا. نعم. من خلال الشركات الأمنية اللي موجودة. هذه الشركات بيحاولوا يغرسوها في ليبيا باستجلاب المرتزقة بمحاولة التستر. نعم. بحيث أن تدخل هذه الشركات ومن خلالها تدخل المرتزقة من كل أصقاع الأرض. نعم. وللأسف أن الأخوان اللي هم في طرابلس الآن اللي مغرض بهم الميليشيات اللي موجودة الآن في طرابلس هتكون هي أيضا هدف لهذه المجموعات التي تبجي تحت ساتر مكشوف اللي هو الحرب بالوكالة. الآن هذا العمل اللي يقوم به السراج هو يؤكد أن النهاية متاعته أصبحت على وشك، وأن الاستعانة بالشركات الأمنية اللي تدير فيها المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أصبح قدام الليبيين الأمر مكشوف. ما فيش حل إلا عند القوات المسلحة العربية الليبية اللي تدفع حولها كل الليبيين وحتى الشباب اللي بيهم في طرابلس ويحملون السلاح في مواجهة القوات المسلحة سوف يكونون هدف مباشر لهذه القوات اللي هي مرتزقة، مثل ما حدث في سوريا ويحدث في كثير من الدول في اليمن، مثل ما حدث في العراق. هذه مقدمة فقط. الآن دخول هذه الشركات الأمنية أولا حجة لتهريب الأموال الليبية، ثانيا حجة أخرى الدخول المباشر للمخابرات العالمية في الشأن الليبي، وحجة أنهم هم بيحموا المؤسسات وبيحموا الحدود وبيحموا التراب. من يحموه هم؟ من القوات المسلحة العربية الليبية اللي الآن أكثر من 90% من الأرض تحت سيطرتها، والناس اللي قاعدين تحت سيطرة القوات المسلحة عايشين في منتهى الأمل والأمان والاستقرار. يحموا المؤسسات النفطية اللي الآن تحت سيطرة القوات المسلحة، من يحموا؟ أعتقد أن هناك مؤامرة أصبحت واضحة ومكشوفة. نعم. لكل الليبيين، وأنا أوجه نداء للأخوة في الميليشيات اللي في طرابلس. هؤلاء الشباب المغرر بهم الآن وضحت عندهم الصورة، يجب أن يعلموا أن هذه القوات التي تدخل الآن لطرابلس بحجة الشركات الأمنية هي عبارة عن مرتزقة يداروا بالمخابرات الأمريكية. الغرض من وجودهم في ليبيا هو احتلالها واحتلال مقدرات أمرها وتمزيقها والتخلص حتى من هؤلاء الشباب، واللي سيكونوا هدف مباشر لهم لأنهم مش هيكونوا في حاجة لهم في المرحلة القادمة. أرجو أن هذه البنادق اللي عند هؤلاء الشباب توجه لهذه الشركات، وأن تركيا وتدخلها في هذا الشأن هو جزء من اللعبة اللي تدار واللي تقودها للأسف ومشبوهة بشكل كبير الأمم المتحدة فيها، اللي تساوي ما بين القوات المسلحة الليبية وتساوي ما بين هذه الشركات الأمنية، والتي تزعم أنها هي اللي حتدرب واللي هي حتنظم الشباب الليبيين في جيش جديد. نعم. طيب. تحت قيادة المخابرات. نعم. الأمريكية. سيد علي السراج، اليوم نرى يعقد اتفاقية مع شركتين أمنيتين أمريكيتين، وقبلها مرتزقة سوريون، وقبلها أيضا رعاية تركية واتفاقية مع أردوغان. كل هذه التحالفات مع العديد من الداعمين للإرهاب وأيضا العديد من الدول التي تريد عدم استقرار ليبيا، برأيك ألا يجدر بمن محسوبين على حكومة
حكومه الصخيرات، خصوصا هنا من بعد ما اتضحت الصوره ان يعني يعترفوا اعتراف كامل بان القوات المسلحه في سيطرتها على طرابلس هي من ستحمي كل هذه المقدرات وهي من ستقوم بحمايه المدنيين في العاصمه طرابلس بعيدا كل عن هذا الاحتلال. يعني الا يجدر بمن مع السراج اليوم ان يتخذون موقف ايضا اهالي العاصمه وايضا كما اسلفت الذكر اهالي او عفوا الميليشيات الموجودين مع السراج الذين اليوم ينقلب عليهم. يعني تعليقك عن هذه من هذا الجانب تحديدا. يعني شوف اخي كريم، الو، نعم نحن في الاستماع اخي كريم. الان الصوره واضحه قدام كل الشعب الليبي، دخول اردوغان ومطامعه في ليبيا ومحاوله استجلاب التاريخ العثماني وان الحقيقه العثمانيه في ليبيا وان ليبيا بيت مال للاخوان المسلمين. نعم. هذه اشياء اصبحت واضحه جدا بالنسبه للليبيين. التوقيع على الشرك مع الشركات الامنيه الامريكيه هو زياده تاكيد، وابن عاده راه الشركات الامنيه هي تدار من خلال المخابرات الامريكيه. وفي اسرائيل برضه هناك شركات تدار من ناحيه المخابرات واللي يقودوا فيها هي المخابرات، وهذه لعبه مكشوفه يعني صارت موجوده صارت في العالم ونحن عندنا تجربه في الوطن العربي فيها، مالهاش في اطار الحديث فيها. لكن الان الليبيين الان كلهم واعيين لهذا الامر. احنا فقط بنقوله للاخوان اللي الان تحت السلاح واللي كانت عندهم اي حجج كانت ممكن تكون مقبولة، والآن بعد دخول هذه الشركات الأمنية التي تدار بالمخابرات ودخول تركيا بشكل مباشر واستجلاب المرتزقة الآن اللي فتشوا في بناتنا وأهلنا وقوتنا وبيوتنا ويدخلوا للبيوت بدون إذن ويتقاضوا المرتبات بالدولار، أصبح الأمر واضح وجلي بالنسبة لنا نحن. هم ما هم جايين لليبيا تحت المسميات اللي يتكلم عليها السراج العميل، هم جايين في واقع الأمر من أجل السيطرة على بلادنا ومن السيطرة على خيرات بلادنا. والدخول صعب بعدين خروجهم. احنا يجب أن نلتف جميعا الآن، نترك كل الخلاف. شبابنا أرجوكم اللي موجودين في اللي عندكم سلاح واللي موجودين في طرابلس وفي مصراتة، العدو الحقيقي ليست القوات المسلحة والشعب الليبي، العدو الحقيقي هي الشركات التي جاءت من أمريكا والتي تدورها المخابرات الأمريكية واللي نصب العملاء لهذا الغرض. كلهم هذه الصخيرات جابت لنا العملاء باش يوصلوا لهذه النتيجة للاحتلال المباشر. فالليبيين ممكن يجلسوا بكرة ويتصافحوا وينسوا أحقادهم وتنتهي المشكلة بينهم، حيكون العدو بعدين الميليشيات هي اللي بعدين حيقاتلوهم هؤلاء المرتزقة. الآن يفترض أن نحن نرفضهم جميعا، مش لان قوات المسلحه والشعب الليبي معاها، كل شبابنا كل الناس اللي موجودين في طرابلس الان عليهم ان يوجهوا بنادقهم لهؤلاء الشرادم شذاذ الافاق اللي جايين من كل اسقاع الارض مجندهم المخابرات الامريكيه بحيل ذكيه مكشوفه. اللي هي الحرب بالوكاله، هم معاش عندهم القدره انهم يجيبوا امريكان يقاتلوا بشكل مباشر، هم يديروا شركات ويجيبوا ويستغلوا شباب موجودين يا في سوريا يا في الصومال يا في افريقيا يا في نتيجه المشكله اللي موجود، هؤلاء يقودوا فيهم المخابرات الامريكيه. هؤلاء جايين فقط لاستعمار ليبيا. هؤلاء جايين فقط لتدمير ليبيا، ما هم جايين للترتيبات. شكرا سيد علي اللافي، الحديث يطول عن هذه الاتفاقيه وستكون معنا في ساعات اخباريه قادمه باذن الله. شكرا جزيلا سيد علي اللافي.